النمسا وسويسرا تنضمان رسمياً إلى سكاي شيلد للدفاع الجوي الأوروبي. فيينا تستضيف قمة بين النمسا وصربيا والمجر لتنسيق جهود مكافحة الهجرة. محاكمة نمساويين في لندن بتهمة دعم الإرهاب لصالح النظام الإيراني. النمسا تستدعي سفيرها في مقدونيا بسبب تجاوزات في أداء وظيفته. تعاون ألماني نمساوي يؤدي إلى اعتقال 3 أشخاص ينتحلون صفة الشرطة. ودراسة تؤكد ضرورة منح الجنسية للمهاجرين بعد 5 سنوات. وتعيين خبراء جدد لتحسين التثقيف الجنسي في المدارس النمساوية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت النمسا وسويسرا انضمامهما رسميا إلى مبادرة سكاي شيلد الأوروبية للدفاع الجوي. ووقعت وزيرة الدفاع النمساوية ووزيرة الدفاع السويسرية على إعلان النوايا في برن، ويهدف الإعلان إلى توفير حماية ضد الصواريخ والقذائف الصغيرة والمتوسطة المدى. وتعتبر النمسا المشروع طموحا لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي، وتؤكد أن الانضمام لن يؤثر على حيادها وحقها في اتخاذ القرارات الدفاعية. عقدت في فيينا قمة ثلاثية بين النمسا وصربيا والمجر لمناقشة تنسيق الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتركزت القمة على تعزيز حماية الحدود وتعميق التعاون الأمني بين قادة الشرطة في الدول الثلاث، وشهدت اهتماما إعلاميا واحتجاجات مناهضة لسياسات اللجوء الأوروبية. وشارك في المحادثات إلى جانب رؤساء الدول والحكومات وزير الخارجية شالينبرغ والداخلية كارنا، بالإضافة إلى كبار ممثلي سلطات الشرطة في الدول الثلاث. بدأت اليوم محاكمة نمساويان في لندن متهمان بالإرهاب، حيث قام بمحاولة التجسس على تلفزيون يكشف جرائم النظام الإيراني، ومن المتوقع أن تستمر 10 أيام على الأقل. ويتهم بتصوير مكاتب تلفزيونية تنتقد النظام الإيراني، وكانت شرطة لندن قد أبلغت القناة عن تهديدات للصحفيين الإيرانيين، فيما تم اعتقال رجل آخر في فيينا ونقل إلى لندن. وقالت السفارة النمساوية بأنها تدعمهم وتتابع القضية مع السلطات البريطانية، ومن الممكن نقل المتهمين إلى النمسا بعد صدور الحكم النهائي. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن إنهاء خدمة سفيرها في سكوبي واستدعائه للعمل في المقر الرئاسي للخارجية في وظيفة غير متعلقة بمقدونيا الشمالية. جاء القرار استنادا إلى تقارير إعلامية أفادت بتدخل غير مناسب من سفير النمسا في شؤون تتجاوز نطاق وظيفته، وأكدت الوزارة تبرؤها من أي تجاوزات قد تكون قد قام بها السفير. وأكدت الخارجية أن هذه التجاوزات لا تتماشى مع الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية المعتادة، وأن السفير لن يتولى مهاما دبلوماسية في المستقبل. اعتقلت الشرطة في ألمانيا والنمسا 3 أشخاص بتهمة انتحال دور الشرطة النمساوية، والذين تمكنوا من الاحتيال على عدد من الأشخاص بمئات الآلاف من اليوروهات. وتعاونت قوات التحقيق في شتايرمارك مع الشرطة البافارية لاعتقال الأشخاص الذين حاولوا الاحتيال على سيدة مسنة، وقد تم العثور على مواد مخدرة وأسلحة خلال عمليات التفتيش ومبالغ مالية في ميونخ. وقد أشاد وزير الداخلية بجهود التحقيق وأكد التزام الشرطة بمكافحة الاحتيال والجرائم. كشفت دراسة لمعهد صورة لدراسات أجريت في فيينا أن نسبة واسعة من النمساويين تؤيد منح الجنسية للمهاجرين بعد 5 سنوات والأطفال بشكل تلقائي. ويرى أكثر من نصف المستطلعين أن الهجرة تتجاوز الحدود المقبولة بسبب نقص بعض الموارد، ومع ذلك يؤيدون حماية الأشخاص اللاجئين. ويرى الأغلبية أن التحدث باللغة الألمانية والتكامل في المجتمع هما مؤشران على التكامل الناجح، وترى نسبة واسعة أنه يجب منح حق التصويت للمهاجرين والحق في التجنيس،
فيما يستمر حزب الشعب في سياسة تهدف إلى العزلة وتقويض التكامل الداخلي. قامت وزارة التعليم بتعيين خبراء جدد لتعزيز جودة التثقيف الجنسي في المدارس النمساوية. وتشترط الإصلاحات أن تكون الجمعيات الخارجية المشاركة مسجلة رسميا في وزارة التعليم، وسوف يتم إجراء فحص مفصل للجمعيات قبل السماح لها بالتعاون مع المدارس. تأتي هذه الإصلاحات بعد الجدل حول جمعية تين ستار التي قالت أنه ليس من الضروري ممارسة الجنس قبل علاقة الزواج، وتستمر الوزارة في جهودها لتعزيز التثقيف الجنسي في المدارس. وحفظ الله أبناءكم وبناتكم من كل شر وسوء. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام. نهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.